الشمال عنده على الاقل عنده حلول في الاطراف الهجوميه نعم. عنده محمد جدو وناصر النصر وناصر النصر نعم عكس 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 قطر ما عنده اطراف هجوميه على مستوى الدفاع قطر راح يامن لانه يلعب راح يصير في الدفاع يصير 5-4-1 فاكيد حاطين يعني انظارهم اكثر على ناصر ومحمد سيد انهم يلعبون الاطراف اكثر اختراقات ما يتوقعات خلينا نروح مع التعادل في الشوط الاول سلبي ممكن السلبي نعم ترشبا 1-0 حق الفريقين ثاني شيء 1-0 انا اشوف ممكن للشمال الشمال علي انا اروح مع ابو محمد تعادل تعادل سلبي الرئيس حسن اروح مع قطر 1 قطر 1 قلتها اروح مع قطر 1 قطر 1 قطر 1 قطر 1 عبد الرحمن عبد الله يعلق على احداث هذه المباراه بالتوفيق لك عبد الرحمن عبد الله اول مره يعني اول مره سلمك مباراه تعلق عليها بالتوفيق لك ان شاء الله عبد الرحمن وستقف الروح معا بلاعبي فريقي نادي قطر ونادي الشمال ladies and gentlemen let us welcome the players of both teams قطر كلوب and the شمال كلوب بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أحبائي المشاهدين والمتابعين هنا في استاد حمد الكبير في المواجهة التي تجمع بين نادي قطر ونادي الشمال مواجهة خاصة لكلا الفريقين لأن الشمال يقع في مركز أقل من مركز نادي قطر في هذا الموسم ولكن هو الذي يمتلك الكلمة الأقوى في مواجهات الفريقين سواء في هذا الموسم أو حتى في النسخة السابقة نادي قطر ونادي الشمال في مواجهة تاريخية واحدة في بطولة كأس سيدي سمو الأمير التي جمعت بين الفريقين يا يوسف يوسف السفري الواضح على الصورة انتهت بالتعادل الإيجابي في الوقت الأصلي ذهبت إلى ركلات الترجيح ليتفوق في تاريخ مواجهات الفريقين نادي الشمال بركلات الترجيح ب5-4 في الموسم السابق في النسخة السابقة لذلك معنويات مغايرة معنويات مختلفة طموح جديدة لنادي قطر الذي يمتلك العقدة لآخر 3 نسخ في هذا الدور دور 16 دائما ما كان هو الدور الذي يخرج من نادي قطر في ال3 سنوات السابقة وال3 نسخ السابقة لذلك الآن يطمح للوصول إلى ما أبعد من ذلك بينما الشمال يريد الوصول لما وصل إليه في الموسم السابق الآن ننتظر صافرة حكم اللقاء يوسف الشرشني لابتداء هذه المباراة في النسخة رقم 50 النسخة الاستثنائية لأغلى الكؤوس هنا تنطلق الصافرة لابتداء هذه المباراة بنادي الشمال والملك القطراوي في تشكيلة الفريقين مروان شريف في حراسة مرمى نادي الشمال عبد العزيز خالد متولي ماتي أسناني محسن اليزيدي جيرمي دي نويجر واللاعب علي إياد علوان محمد أحمد الجابري محمد السيد عبد المطلب ماجد محمد جاسم علي الهاشمي وناصر إبراهيم النصر هذه تشكيلة نادي الشمال في مباراة اليوم بينما تشكيلة نادي قطر تشكيلة يوسف السفري المغربي صاحب ال40 عام الذي يبحث أيضا هو الآخر عن الوصول إلى مكانة ما بعد المباريات الأخيرة الإيجابية للملك القطراوي تشكيلة نادي قطر في حراسة المرمى معتصم ماجد البسطامي الذي يأخذ إرثا كبيرا أو يعوض إرثا كبيرا وفراغا كبيرا وضع جاسم الهيلي معتصم ولكن ما يقوم به معتصم مع نادي قطر في المباريات القليلة السابقة من مباراة الغرافة ونادي قطر يقدم مستويات رائعة حتى ما قبل ذلك نادي قطر يقدم مستويات رائعة ففي حراسة المرمى معتصم البسطامي محمد سالم الربيعي الكابيتانو يوسف أيمن فرحات جمال الدين بالعمري عمر العمادي خافير مارتينيز صلاح اليحيائي بشار رسن بهاء الليثي خالد أحمد محمودي وسيباستيان سوريا التشكيلة اللي اعتدنا عليها من نادي قطر ولكن عودة الأسباني صاحب 33 عام الباسكي خافير مارتينيز القادم من البوندسليغا لأن يعوض أو أن يعود إلى مكانته لأن يستلم زمام الأمور هو ضابط الإيقاع في صفوف نادي قطر كرة بتعود من البدايات الأسباني يريد أن يبرهن أنه هو الأفضل في هذا المركز لذلك صراع
صراع على هذا المركز سواء من نادي قطر خافير مارتينيز نادي أم صلالور كوما ويونغ نادي السد أرون غونارسون مزونزي لم يقدم المستوى المطلوب إلى الآن ولكن خبرة الكبيرة ممكن أن يظهر في أي لحظة كما ظهر الكولومبي خميز رودريغيز بعد التغيير أو تغيير نعم لورا بلا لنادي الريان ممكن أن تكون أو يكون هو السلاح الجديد للريانية وللأمة الريانية كرة بتلعب الآن بشكل سريع محاولة الآن لصالح نادي الشمال متقدم بلا ضغوطات يلعبون يستمتعون يريدون أن يصلوا يعرفون أن مباريات خروج المغلوب تكون مغايرة عن حسابات الدوري مباريات خروج المغلوب تكون مختلفة عن حسابات الدوري لأن ما حدث في المباراة السابقة بين السد ومعيدر يؤكد ذلك السداوي اللي 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 ماشي بطريقة لا يستطيع أحد إيقافه في بطولة الدوري ما حدث في المباراة السابقة أكد أن مقولة خروج المغلوب مباريات خروج المغلوب تختلف تماما عما يحدث في جدول الترتيب لذلك كل شيء ممكن يحدث في مباراة اليوم والدليل على ذلك مباراة الموسم السابق التي جمعت بين الفريقين هشام زاهد الذي يتولى زمام الأمور لنادي الشمال خلفا للمدرب هشام جدران كان مساعدا للمدرب المغربي قبل أن يتولى التدريب بينما يوسف السفري صاحب 45 عام أنا قلت 40 عام هو صاحب 45 عام يوسف السفري اللي يقدم مستويات رائعة جدا مع نادي قطر إصابة أنتوني أكبوتو في مباراة نادي أم صلال التي انتهت بهدفين مقابل هدف لصالح نادي قطر أنتوني أكبوتو أصيب في تلك المباراة خافير مارتينيز أيضا أصيب في تلك المباراة ولكن عاد الأسباني وبقي النيجيري يعاني من آلام في العضلة الخلفية للرجل اليسرى ذلك عودة سريعة إن شاء الله ولكن في الجهة المقابلة غياب بهاء فيصل أحد أهم الأسماء اللي تتواجد في نادي الشمال رباط صليبي إن شاء الله السلامات لبهاء اللي كان دائما ما كانت العلامة الفارقة لنادي الشمال في هذا الموسم والموسم السابق أو حتى عندما كان في دوري الدرجة الثانية أيضا جيسون ميدينا سكوبار يغيب عن لقاء اليوم دينويجر متواجد ناني متواجد أمجد عطوان متواجد في دكة البدالة لذلك كل شيء ممكن أن يحدث في أرضية الميدان كرة تلعب الأمام محاولة ولكن بهاء الليثي يبعد الكرة الماضية لتعود الكرة إلى حارس المرمى معتصم يلعب كرة إلى الأمام بتعود يوسف فرحات كرة تنتقل حضور صلاح اليحيائي أعطى الحرية بشكل أكبر لبشار رسن في التوغل كرة تلعب الأمام سيباستيان سوريا على اعتاب منطقة الجزاء البحث عن العرضية ولكن ضاعت الأسباني يستخلص خطيرة للأسباني تسديدة باسكية في الكرة الماضية ولكن أعلى الخشبات الثلاث الباسكي يبحث الأسباني يبحث عن أولى أهداف المباراة ولكن ضاعت من خافير مارتينيز في الكرة الماضية لتعود الكرة إلى ضربة مرمى تسديدة أعلى الخشبات الثلاث في الكرة الماضية أولى محاولات نادي قطر أول محاولات اللقاء كرة بتعود من جديد هل الغيابات تؤثر على الفريقين غيابات نادي الشمال تواجد أمجد عطوان في دكة البدلة ممكن أن يؤثر أيضا ذلك لا نعلم شو اللي ممكن يصير في أرضية الميدان كرة بتعود لا زالت لصالح نادي قطر في خطأ في صافرة كما ذكرت مواجهة واحدة جمعت بين الفريقين في إطار بطولة كأس سيدي سمو الأمير وانتهت بركلات الترجيح لصالح نادي الشمال لذلك نادي الشمال يمتلك الكلمة الأقوى في تاريخ مواجهة الفريقين نعم هي مواجهة واحدة وانتهت بركلات الترجيح ولكن انتهت لصالح نادي الشمال اللي أنهى مشواره في بطولة كأس سيدي سمو الأمير في دور ربع النهائي نادي الشمال في النسخة السابقة بينما نادي قطر أنهى في دور 16 هذا الدور أمام نادي الشمال بينما نادي الشمال وخسارته أمام نادي الحيل بهدفين مقابل لا شيء كرة تلعب بشار رسن يمر بشار كما ذكرت
تواجد صلاح اليحيائي يحرر بشار من المراقبة، لأن يمتلكون نفس الموهبة، يمتلكون نفس التكتيك، نفس السياسة، نفس التفكير، نفس طريقة اللعب. ذلك صار في مشاكل في اليمين وفي اليسار، أصبحت الخطورة أكبر في خط هجوم نادي قطر. كرة بتلعب ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية، كرة بتعود إلى رمية التماس سيباستيان سوريا الذي إلى الآن يحطم الأرقام بكل شغف وبكل رغبة وبكل استمتاع بعمر 38 عام. سيباستيان يحطم الأرقام ولا يبالي لما يحدث ما بعد ذلك، ولكن اللي قاعد يسويه هو أنه قاعد يصعب مأمورية اللي بعده. من قادر على زعزعة أرقام سيباستيان سوريا مع الملك القطراوي؟ كرة بتعود لسيباستيان صاحب العمر الكبير، ولكن رغبة ذاك الشاب، اللاعب الشاب اللي كنا في بدايات مسيرته. كرة بتعود، بهاء الليثي، تغطية لم تكن بالشكل المطلوب، عادت مرة أخرى لنادي الشمال في وسط الميدان. كرة على اليسار تلعب بشكل سريع، جاسم الهاشمي، ناصر، تغطية حاضرة من جمال بن عمري. هشام زاهد مدرب نادي الشمال الذي يبحث عن انتصار، يبحث عن انتصار في مباراة اليوم، لأن آخر خمس مواجهات خاضها نادي الشمال في إطار بطولة دور النجوم قبل اللجوء أو قبل القدوم للمشاركة في بطولة أغلى الكؤوس. في آخر خمس مباريات أربع هزائم وتعادل وحيد، أربع هزائم وتعادل وحيد، والتعادل كان أمام نادي قطر. هذا يعني أن كل الأرقام ممكن أن تكون سلبية أو غير مرضية لنادي الشمال، لأن في آخر خمس مباريات استقبل 20 هدف. ولكن عندما نتحدث في إطار أن نادي الشمال في مواجهة نادي قطر فهو لا يعاني، فهو لا يعاني، كان نادي الشمال يعرف الطريقة، يعرف كلمة السر للوصول إلى معاناة نادي قطر أمام نادي الشمال. هذا ما يحدث في مواجهات الفريقين على وجه التحديد في هذا الموسم. كرة بتعود على تام منطقة جزاء، تسديدة على الكرة الماضية اللي كانت ممكن أن تغالط حارس المرمى، تسديدة محمد السيد عبد المطلب، تسديدة كانت رائعة مخادعة، كانت ممكن أن تسكن شباك نادي قطر، ولكن عدت على خير، عدت على خير الكرة الماضية، مرت على يسار الحارس الكرة الماضية لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. أولى محاولات نادي الشمال الأخطر إلى الآن، كرة بتعود بشار في وسط الميدان، يمر بشار صاحب 25 عام القادم من بريس بولس الإيراني لأن يقدم المستويات الرائعة مع نادي قطر، في محاولة ولكن ضاعت، تسديدة لم تكن بالقوة اللازمة لتصد الكرة في ناني في مدافع نادي الشمال لتعود الكرة بشكل سريع. محاولة علي علوان، طالت الكرة الماضية لتعود الكرة لجمال، جمال بالعمري إلى خافيير مارتينيز، خافيير مارتينيز يلعب كرة على اليمين، يوسف فرحات يبحثون عن الطريقة الأنسب للوصول إلى مرمى نادي الشمال، يعلمون جيدا أن الهدف المبكر سيجعل من الأمور أسهل، سيجعل من الثقة أكبر. كرة تلعب، مقطوعة الكرة الماضية لتعود الكرة لصالح نادي الشمال، محاولة مقطوعة مع تياس ناني إلى ماجد محمد على اليسار، محسن اليزيدي ينقل كرة على اليمين، مقطوعة الكرة الماضية خطيرة، بشار وسيباستيان في محاولة لنادي قطر، كرة بتلعب لسيباستيان سوريا داخل منطقة الجزاء، تسديدة ولكن هزت الشباك الخارجية، هزت الشباك الخارجية سيباستيان، ولم يأتي الخبر على أن الهدف الأول في هذه اللحظات. شوف التسديدة اليسارية في الكرة الماضية، بحث عن القوة أكثر من التوجيه، بحث عن القوة أكثر من التوجيه، ولكن ضاعت الكرة،
ضاعت الكرة خطأ في تمريرة في استخلاص بشكل سريع لهجمات عكسية قاتلة ساحقة من قبل نادي قطر. حذاري من الهجمات العكسية القطروية، حذاري من الهجمات المرتدة القطروية، فهو يمتلك سلاح قوي جدا اسمه الهجمات المرتدة السريعة للقطروية. لذلك هذه سياسة يوسف سفري مع نادي قطر. إلى الآن يقدم مستويات رائعة إلى الآن في آخر 5 مواجهات، 3 انتصارات وتعادل وخسارة، 3 انتصارات وتعادل وخسارة، التعادل أمام نادي الشمال والخسارة أمام نادي الغرافة. الانتصار في مباراة اليوم هذا يعني أن نادي قطر ممكن يواجه الغرافة أو الخرطيات، الغرافة أو الخرطيات. الفائز من هذه المباراة راح يواجه نادي الغرافة أو نادي الخرطيات. ولكن لا ننسى أن في فرصة للقطراوي، لنادي الشمال، للغرفاوي، لنادي الخرطيات، الريان، أم صلال، الوكرة، الشحانية، أن لا يلتقوا بالناديين اللي استحوذوا على بطولة كأس الأمير، استحوذوا على بطولة كأس الأمير من عام 2014 اللي هم السد وتحيل، اللي راح يتواجهون إذا ما تأهلوا، إذا تأهلوا إلى دور نصف النهائي راح يتواجهون مع بعض. هذا يعني في فرصة لأحد الأندية المتواجدة هنا في الطرف الآخر أن يتواجد في النهائي، كما تواجد نادي الريان في النسخة السابقة، نادي العربي في النسخة اللي قبلها. لذلك هناك فرصة لمن يريد كسر القاعدة، لمن يستحوذ على أغلى الكؤوس. السد وتحيل، كرة تلعب، محاولة 2014 السد البطل، 2015 السد البطل، كرة تلعب الآن من عمر العمادي، ولكن أعلى الخشبات الثلاث لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. كما ذكرت 2014 السد البطل، 2015 السد البطل، 2016 تحيل، 2017 السد، 2018 تحيل، 2019 تحيل، 2020 السد، 2021 السد. هل يستطيع الزعيم أن يحافظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي أم لا؟ أم أن نادي تحيل عنده كلام آخر؟ لديه كلام آخر، أم أيضا الأندية الأخرى ممكن أن تنافس؟ مباراة خروج المغلوب كل شيء ممكن أن يحدث، كل شيء ممكن أن يحدث. في مدربين عالميين يمتازون ببطولة الدوري ولا يمتازون ببطولة الكؤوس، مدربين كبار يواجهون صعوبة في مباريات خروج المغلوب أو حتى الذهاب والإياب، وفي مدربين يعرفون بطولات النفس الطويل اللي مثل بطولة الدوري ولكن لا يعلم كيفية التصرف في بطولة خروج المغلوب، والعكس صحيح. ذلك الحسابات تختلف، المعايير تختلف، كل شيء ممكن أن يختلف في مباريات خروج المغلوب ومباريات الكؤوس. كرة تلعب الأمام، محاولة، ولكن تغطية الجزائري في الكرة الماضية، جمال بالعمري هو التغطية في الكرة الماضية، كرة بتعود يوسف أيمن، فرحات يبحث عن المساندة، العودة إلى صلاح اليحيائي العماني، الوافد الجديد للملوك للقطروية لتعويض مكان كبير جدا ترك يوسف بلايلي، ترك يوسف بلايلي لصلاح اليحيائي. كرة تلعب الأمام، محاولة، طالت الكرة الماضية لتعود الكرة لصالح نادي الشمال، يوسف بلايلي اللي انتقل هو الآخر إلى الدوري الفرنسي لنادي بريست الفرنسي، ويترك مكانه لصلاح اليحيائي لأن يعوض مكانه. إلى الآن مستويات رائعة، إلى الآن مجهود رائع من قبل نادي قطر بالتشكيلة الجديدة مع صلاح اليحيائي. غياب أنتونيو كبوتو ممكن أن يؤثر سلبا، ولكن في المقابل نادي قطر إلى الآن بالنقاط الإيجابية، آخر لقاءين انتصارين، مباراة الثالثة الآن يبحث عن الانتصار الثالث على التوالي، ولكن وين؟ في بطولة أغلى الكؤوس كأس سيدي سمو الأمير في دور 16 اللي هو العقدة لنادي قطر، آخر 3 نسخ. كرة تلعب الآن على اليسار، محاولة لصالح نادي قطر، كرة تلعب، خالد أحمد محمود يبحث في الكرة الماضية عن العرضية المناسبة ولكن لم تكن بالشكل المطلوب. بدأ يتراجع نادي الشمال،
بدأ يتراجع نادي الشمال، بدأ يقتنع نادي الشمال، بدأ يتأكد نادي الشمال أن نادي قطر قادم وبقوة لأن يستغل هذه الكرات. لذلك أتراجع للخلف، لا أعطي المساحات للقطروية، لأن سلاحهم الأقوى هي الهجمات العكسية المرتدة عندما تتواجد المساحات. لذلك خذ الكرة، خذ الكرة وخل شباكي نظيفة. هذه السياسة الآن اللي ممكن يتخذها نادي الشمال، ويعتمد هو الآخر على الهجمات العكسية. راح أقاتل بنفس السلاح يا يوسف السفري، راح أقاتلك بنفس السلاح. هذا كلام هشام زاهد ليوسف السفري، بينما كرة اللعب على اليسار محاولة ولكن مقطوعة الكرة الماضية، لتعود الكرة إلى رمية التماس مرة أخرى. رمية التماس، نادي قطر يبحث عن هدف مبكر. تمرير انتقل بشكل مطلوب، كرة تلعب، ولكن شوف شوف الضغط على حامل الكرة. أول ما تنقطع الكرة شوف الضغط، شوف الكماشة اللي صارت في الكرة الماضية، لتعود الكرة بشكل سريع لصالح نادي قطر. يطبق السياسة على أكمل وجه، وإلا فلا، وإلا فلا. كرة بتعود مرة أخرى، صلاح في محاولة ولكن طالت الكرة على صلاح، لتعود الكرة لصالح نادي الشمال. محمد عبد المطلب في مرور في الكرة الماضية، لكن طالت على محمد في الكرة الماضية، لتعود الكرة إلى رمية التماس. تشعر في حذر، تشعر في تخوف، نعم، ولكن الرغبة موجودة في كلا الطرفين، في كلا القلعتين. كرة بتعود مقطوعة، لتعود الكرة إلى رمية التماس أيضا لصالح نادي قطر عن طريق سيباسيان القائد. لكتيبة نادي قطر يوسف فرحات، يلعب كرة سباستيان، يطالبون بوجود لمسة يد. مقطوعة الكرة بطريقة رائعة من خافير مارتينيز. شوف الزحمة، شوف الزحمة، شوف التكتيك اللي قاعد يتخذه هشام زاهد. لا تعطون المساحات، لا تعطون المساحات، وخلنا نقاتل بنفس السلاح. إذا هذا هو السلاح اللي راح يعتمده يوسف السفري ورفاقه، راح نعتمد نفس السلاح لأن نصل إلى مرمى معتصم البسطامي. كرة بتعود الآن، مروان شريف يلعب كرة، تعود الكرة إلى حارس المرمى مروان. عالية الكرة، البحث عن علي علوان. كرة تلعب بشكل رائع، كرة تصل الآن، التمريرة لم تكن بالشكل المطلوب ولكن عدت الكرة، مرت الكرة، لا زالت لصالح نادي الشمال. محمد عبد المطلب في محاولة المرور واحد على واحد، يبحث عن المساندة، العودة إلى الخلف إلى جيرمي نويجر. كرة تصل إلى محسن، محسن التسديدة، ولكن عدت على خير، عدت على خير الكرة الماضية، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة الماضية. تسديدة مرت على يسار الحارس معتصم، لتعود الكرة إلى ضربة مرمى لصالح نادي قطر. أحمد سالم، يوسف أيمن، عمر العمادي يبحث في وسط الميدان عن صلاح، نقل جهة لعب على اليسار خالد أحمد، والعرضية، البحث عن الرؤوس، ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية، التغطية حاضرة. خافير مارتينيز دائما خلف الكرات المقطوعة لأن تعود الكرة بشكل سريع للقطروية. ضابط الإيقاع لتشكيلة نادي قطر، كرة بتعود، يمتلك من الخبرة الكبيرة سواء مشاركة مع أتلتيك بلباو في الليغا الإسبانية أو حتى مشاركات الدولية مع المنتخب الإسباني أو حتى المشاركة مع بايرن ميونخ الألماني. كرة بتعود في وسط الميدان، العودة من جيرمي إلى مروان، لا زالت النتيجة سلبية. 20 دقيقة أولى مرت إلى الآن، والتعادل السلبي هو المسيطر على نتيجة المباراة. من كان يبحث عن هدف في البدايات لم يصل إلى ذلك، ومن كان يبحث عن أن لا يستقبل الأهداف في البدايات إلى الآن أكمل المهمة، ولكن البحث الآن عن الشطر الآخر من الشوط الأول، الشطر الثاني من الشوط الأول، لأن المعايير تختلف. لا، ممكن كل شيء يختلف، ممكن يعود نادي الشمال لأن يضغط، ممكن أن تستمر الأمور على ما هي عليه، ولكن في خطأ في الكرة الماضية أو رمية التماس لصالح نادي الشمال. جمال بالعمري هو أساس الأمان
لخط دفاع نادي قطر. طالت الكرة تناري، شوف الضغط، شوف شوف كيف عدم إعطاء الفرصة والأريحية للتفكير في إخراج الكرة الماضية بالطريقة المناسبة، مما جعل نادي الشمال يخطئ في التمريرة الماضية لتعود الكرة لصالح نادي قطر. لا يعطون المساحات، لا يعطون الفرصة. ضغط على طول، ضغط من قبل لاعبي وسط نادي قطر. تقدم الدفاع بعض الشيء لمحاولة استخلاص الكرة بشكل سريع. جمال بن عمري يلعب كرة إلى الخلف إلى معتصم. محمد سالم، نتيجة المباراة كما ذكرت سلبية. هل بإمكان نادي قطر أن يتجاوز هذه العقبة؟ خسارة في النسخة السابقة بركلات الترجيح أمام نادي الشمال. خلي قبل هذه النسخة كانت الخسارة أمام نادي الأهلي بهدفين مقابل هدف. نسخة عام 2019 الخسارة أيضا من نادي الأهلي بهدف مقابل لا شيء، دائما في دور ال 16. ولكن الآن معنويات مختلفة كما ذكر محمد سالم الربيعي في المؤتمر الصحفي أن الأمور قد تختلف. كرة تلعب الآن، محاولة خطيرة 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 خطيرة، بشار، تسديدة بشار، اصطدت في سيباستيان، اصطدت في سيباستيان الكرة الماضية، هي سارية بشار، اصطدت في سيباستيان لأن تعود الكرة وتبقى الأمور على ما هي عليه. رمية التباس لصالح نادي قطر، اقترب القطراوي من مرمى نادي الشمال ولكن إلى الآن لم يسجل، إلى الآن لم يسجل نادي قطر. كرة بتعود خالد أحمد، بهاء الليثي، عمر العمادي، كرة بتصل بشار، يلعب كرة على اليسار، محاولة مكتات العرضية من خالد أحمد، يا سلام على المرور بطريقة رائعة، محاولة الأرضية لصلاح اليحيائي ولكن زحمة دفاعية من قبل لاعبي نادي الشمال. كرة بتعود إلى رمية التماس، كرة بتعود إلى رمية التماس لصالح نادي قطر. محمد سالم، خافير، تمريرة لم تكن بشكل مطلوب، عادت الكرة لصالح نادي الشمال ولكن جمال بالعمري بالخبرة الكبيرة يبعد الكرة الماضية. حتى وإن حدثت الهفوات هناك جمال لأن يصلح كل تلك الأمور، إنه يضبط كل تلك الأمور. سيباستيان طاح، سقط خوف الناني، واحدة ثانية سيباستيان، ولكن كرة اصطدت، الكرة الماضية اصطدت في دفاع نادي الشمال. ولكن شوف ناني يعاني الأضرار ناني في الكرة الماضية أمام سيباستيان. بشار ومحاولة بشار، هو القطراوي يقترب لأن يسجل في مرمى نادي الشمال ولكن متى يحين وقت التسجيل. كرة بتعود لركلة ركنية لصالح نادي قطر. ماتياس ناني، تغطية على اللاعب خافير مارتينيز، بشار رسن على التنفيذ، كرة تلعب الأمام، محاولة خطيرة، جول. من يحافظ على أمانهم في الخلف هو من يفتتح التسجيل في المقدمة، هو من يفتتح التسجيل في المقدمة. جمال بالعمري بالعلامة الكاملة يسجل الكرة الماضية بطريقة رائعة وكأنه مهاجم. شوف الهدوء، شوف المحاولة. نعم التمركز الصحيح لأن يسجل الملك القطراوي عن طريق جمال بالعمري. أنت الجمال وأنت الإبداع يا بالعمري. هدف مقابل لا شيء للملوك. خلعة الملوك تريد أن تحلق هنا في سماء استاد حمد الكبير في إطار بطولة كأس سيدي سمو الأمير، لأن يعود مرة أخرى إلى مكانته الطبيعية، إلى مكانته الطبيعية. هدف مقابل لا شيء. للأمانة سيناريو المباراة كان يوحي أن قطر راح يسجل، ولكن متى راح يسجل الله أعلم. فأتى الهدف عن طريق جمال
قلب العمري لمن يستحق أن يكون هو الأفضل في الشوط الأول أو حتى في 25 دقيقة هو جمال بالعمري لأن يترجم أفضليته عن البقية لأن يترجم أفضليته عن البقية 1-0 ولكن السؤال الآن هل يواصل نادي قطر الضغط لأن يصل إلى الهدف الثاني لأن يستغل تراجع نادي الشمال لأن يستغل غيابات نادي الشمال اللي ممكن تؤثر بشار في محاولة بشار يمر بشار هو اللي راح يجاوب ولكن في خطأ أو عمر العمادي في الكرة الماضية عمر العمادي في الكرة الماضية شوف المرور بطريقة رائعة المرور بطريقة رائعة الكل يبي ينتهز الفرصة لأن يصل إلى نهائي أغلى الكؤوس عندما أتت القرعة بأن نادي السد ونادي دحي سيتواجهون لأن يكون طرف منهم في النهائي الكل يبغي الفرصة لأن ينهي هذه السيطرة والهيمنة خافير مارتينيز في الكرة الماضية ولكن لا يوسف فرحات هو من ارتقى في الكرة الماضية هو من تعملق في الكرة الماضية لأن يحاول أن يسجل هدف ثاني ولكن مرت على يمين الحارس لتعود الكرة إلى ضربة مرمى كرة بتعود لصالح نادي الشمال تعود في وسط الميدان سباستيان من لمسة مقطوعة الكرة الماضية مرور البحث عن الوصول إلى منطقة نادي قطر شوف من وين يدافعون لاعبي نادي قطر شوف وين يدافعون وين يضغطون لاعبي نادي قطر لكي لا يعطي الأريحية للاعبي نادي الشمال في خروج الكرة من مناطقهم بالطريقة المناسبة شوف الكرة بتعود بشكل سريع لخافير مارتينيز إلى الآن القطراوية رعب أصفر في المستطيل الأخضر مرور بطريقة رائعة بشار في محاولة من بشار في الكرة الماضية ولكن ضاعت خافير مارتينيز التسديدة ولكن كرة بتعود إلى ضربة مرمى هدف مقابل لا شيء ولكن القطراوي لا يكل ولا يمل لأن يصل إلى مرمى نادي الشمال لا يكل ولا يشعر بالملل من الوصول إلى مرمى نادي الشمال حتى وإن ضاعت الفرص سيحين الوقت لأن يسجل ولكن السؤال إلى متى سيصمد نادي الشمال شوف الرغبة حتى صلاح اليحيائي يقاتل في كرة كان ممكن أن يتغاضى عنها كرة بتعود إلى رمية التباس لصالح نادي قطر كرة تلعب بتعود إلى يوسف فرحات العودة إلى جمال إلى الجمال بالعمري خلنا نقول هو الجمال بالعمري لأنه هو الجمال إلى الآن في شوط المباراة الأول كرة بتعود عمر إلى الجمال بالعمري محمد سالم كرة بتلعب الآن بطريقة رائعة يا سلام على سباستيان يا الله على تحرك سباستيان كرة بتلعب يا ساتر على الكرة الماضية ولكن رائع على سباستيان وسلامي عليك يا سباستيان شوف التحرك ولكن يا السلام على ماتياس ناني ومصيدة التسلل في الكرة الماضية انذاك يا سباستيان تحركك كان مرعب يا سباستيان ولكن استلم مصيدة التسلل وارجع لركلة حرة غير مباشرة ولكن هجمة رائعة الحلو ما يكمل الكرة كانت خطيرة ورائعة وجميلة في الكرة الماضية لأن تعود الكرة من راية وتسلل إلى ركلة حرة غير مباشرة الكرة بتعود خافير مارتينيز أو الجمال والإبداع بالعمري إلى يوسف فرحات يلعب كرة لسباستيان لأن يعوض ما فاته في الكرة الماضية لما أضاع في الكرة الماضية سباستيان في الكرة الماضية لكن طالت الكرة على بشار لتعود الكرة من جديد إلى الآن نادي الشمال يعاني في إخراج الكرة محاولة الآن في مثل هذه الكرات التي يجب أن تستغل بالطريقة الأنسب هذه الكرات التي يجب أن تستغل بالطريقة المناسبة يا محسن كرة بتعود يوسف السفري يريد هدف ثاني يجب أن يستغل الفرص نادي قطر لأنه لا يعلم ما سيحدث في الدقائق القادمة في الشوط المباراة الثاني ممكن السيناريو يختلف ممكن الأمور تنقلب رأسا على عقب لذلك يجب أن يبحث عن الطريق الأنسب للاطمئنان عن تذكرة العبور
إلى الدور القادم، لأنه هو يمتلك من العقدة الكبيرة، فالتفكير بشكل كبير عما حدث في الماضي ومقارنته بما يحدث الآن. كرة بتعود الآن عمر العمادي، يوسف فرحات، كرة لم تخرج، محاولة كانت عند جاسم الهاشمي ولكن مقطوعة الكرة الماضي بطريقة رائعة. تعود الكرة نصف ساعة أولى جميلة للقطروية، ولكن معاناة لنادي الشمال. ما الحل؟ ما الحل يا هشام؟ في طريقة، قاعد يدرس الطريقة، ولكن إلى الآن قطروية برغبة كبيرة، بقتال كبير في أرضية الميدان. كرة بتعود بالعمري، عمر العمادي، صلاح، المرور لا زال يحافظ على الكرة بطريقة رائعة، العماني بطريقة جميلة، المرور إلى بشار، بشار يبحث عن الطريقة الأنسب بتمريرة واحدة ممكن أن يجعل من الخطورة أكبر. بشار، كرة بتعود إلى صلاح، ثنائيات مثلثات من قبل القطروية، كرة تلعب في سقوط على أرضية ميدان، حكم اللقاء يقول ما فيها شيء. بتعود الكرة إلى نادي الشمال، عبد العزيز متولي، إخراج الكرة من قبل اللاعب محمد الجابري لإطمئنان على اللاعب خالد أحمد في الكرة الماضية. إن شاء الله سلامات للاعب الساقط على أرضية الميدان. إلى الآن هداف نادي الشمال غير متواجد، لذلك كما ذكرت أن غيابات نادي الشمال مؤثرة أكثر من غيابات نادي قطر، غيابات نادي الشمال مؤثرة أكثر وبشكل أكبر عن غيابات نادي قطر. غياب جيسون اسكوبار، جيسون ميدينا هداف فريق نادي الشمال بستة أهداف إلى الآن في بطولة الدوري، غاب عن مباراة اليوم، بينما هداف نادي قطر متواجد، هداف نادي قطر متواجد هو سيباستيان سوريا، سيباستيان سوريا هو الهداف لنادي قطر بثمانية أهداف. كرة بتعود لصالح بشار، بشار إلى خالد أحمد، يبحث خالد عن المرور، يحصل على خطأ في الكرة الماضية، يحصل على خطأ في الكرة الماضية. شوط أول مر بسرعة، شوط أول مر بسرعة، والنتيجة إلى الآن غير مطمئنة للقطروية، وأيضا حذر الشمال، حذر جدا في شوط المباراة الأول أن لا يستقبل أكثر لمحاولة العودة في الدنيز. مقطوعة من ماتياس ناني، لا زالت قائمة، لكن جمال، الجمال بالعمري، الجمال بالعمري يبعد الكرة الماضية. طالب بخطأ، كمباراة يعطي الاستمرارية للقطروية. كرة بتعود، خافير مارتينيز يلعب كرة، فيها خطأ ولا لا؟ نعم في خطأ، نعم في خطأ، نعم في خطأ في الكرة الماضية، صافرات حكم المباراة يوسف الشرشني على أن هناك خطأ للأسباني، خطأ لصاحب 32 عام، يحصل على خطأ في الكرة الماضية بعد التدخل من اللاعب جاسم علي الهاشمي، ليحصل على خطأ. يحاول نادي الشمال أن يعطي الأخطاء بعيدا عن منطقة الجزاء فقط، ليبقي القطروية بعيد عن منطقة العمليات. خطأ خامس للقطروية، كرة ثابتة على التنفيذ، بشار، بشار رسن هو من سينفذ الكرات الثابتة، خلاص أحد الأسلحة اللي ممكن أن يعول عليها القطراوي. كرة اللعب في الكرة الماضية، ولكن التغطية حاضرة، التغطية حاضرة، ولكن بتعود الكرة من جمال بالعمري في الكرة الماضية، لا زالت قائمة القطراوية، لكن مقطوعة من محسن، محسن يزيد يلعب كرة إلى الأمام، ولكن شوف سرعان ما تعود الكرة للقطراوية، سرعان ما تعود الكرة لنادي قطر لأن يستحوذ، لأن يبحث عن فرصة أخرى، خلاص خلاص يبحث عن الجاي، ولكن الآن محاولة، ناصر، ناصر النصر السريع المهاري الرائع في محاولة المرور، يحصل على خطأ، يحصل على خطأ في الكرة الماضية بعد المرور من أمام خافير مارتينيز في محاولة الآن لتعود الكرة لصالح نادي الشمال. إلى الآن يبحث نادي الشمال عن كيفية الوصول، كيفية الوصول
ليس كيفية التسجيل، ولكن الآن المحاولة، الآن المرور، الآن الخطورة، الآن المطالبة بوجود ركلة جزاء، ولكن حكم المباراة يقول ما فيها شيء. شوف التأخر في محاولة علي علوان والعرضية بتصل، ولكن بهاء الليثي يبعد الكرة الماضية، شوف اللي عاده، هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ القرار يعود لحكم اللقاء. هل هناك ركلة جزاء أم لا؟ إذا كان لا ما فيها شيء، خلاص انهى الموضوع. يوسف الشرشيني وحكام الفار، كرة بتلعب عالية خطيرة، محاولة لكن عادت الكرة بالخطا إلى سيباستيان، كرة فيها محاولة لصالح نادي قطر، كرة بتصل الآن صلاح اليحيائي إلى سيباستيان سوريا، سيباستيان راح في بطاقة صفراء، نعم لا يا صلاح، ما هي بطاقة حمراء، لأن أعتقد لم يكن منفردا ولم يكن آخر مدافع، لذلك قرار سليم من حكم المباراة ببطاقة صفراء على اللاعب عبد العزيز متولي، ولكن من كان يبحث عن المرور هو بشار وليس سيباستيان، بشار من حاول المرور والانفراد فيحصل على خطأ. قلت لك الحين سياسة نادي الشمال خذ خطأ، ولكن بعيد عن منطقة الجزاء، يحاول أن يبعد القطروية عن منطقة الجزاء، لأنه قادر في أي لحظة من اللحظات يا يوسف أن يسجل فريقك في مرمى نادي الشمال. إلى الآن هذه معطيات شوط المباراة الأول، كل شيء ممكن أن يتغير في شوط المباراة الثاني، ولكن ما يحدث في أرضية الميدان هو استحواذ وسيطرة ورغبة القطراوي لأن يصل إلى الهدف الثاني، بينما الكرة بتعود إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى لصالح نادي الشمال. إلى الآن نتيجة المباراة هدف مقابل لا شيء عن طريق اللاعب جمال بن عمري في الدقيقة 26. يفتتح التسجيل نادي قطر لأن يتقدم بالنتيجة، يتمنى أن يكون هو الأفضل، أن يكون هو الفائز في مباراة اليوم ليتخطى هذه المرحلة وهذه العقبة اللي كانت صعبة على القطروية في السنوات القليلة السابقة، لذلك يبغي يكسر النحس. كرة بتلعب لأمام، لا خطيرة لأن يتعادل نادي الشمال، ويحذر بالمنشط الكبير أن العقدة لا زالت قائمة. حذار يا قطراوي، لا تطمن يا قطراوي، الشمال يعود من بعيد لأن يسجل من فرصة واحدة، لأن يستغل الخطأ الدفاعي، التمركز الذي لم يكن بالشكل المطلوب. شوف الإعادة للكرة الماضية، المحاولة الرائعة لنادي الشمال، شوف بمثل السلاح اللي كان يستخدمه القطراوي في المباريات السابقة. يا سلام على التمريرة، ويا سلام على هدوء علي علوان ورأسية محمد عبد المطلب لأن يعدل النتيجة بطريقة رائعة، بطريقة جميلة. يتعادل نادي الشمال 1-1. التعادل عاد من جديد عزيزي المشاهد، كما ذكرت يجب أن يستغل الفرص القطراوي، لأن في أي لحظة من اللحظات كرة القدم ما لها أمان. هذه هي جمالية كرة القدم وقيمة المستديرة، بأن في كل لحظة ممكن أن يحدث سيناريو مختلف، ممكن أن يحدث سيناريو غير واقعي غير متوقع. هذه هي حلاوة كرة القدم، في خطأ في الكرة الماضية، في سقوط في الكرة الماضية، في عرقلة من قبل محمد سالم على اللاعب علي علوان لأن تعود الكرة لخطأ لصالح نادي الشمال. أقل من 5 دقائق أخيرة متبقية من الوقت الأصلي من عمر شوط المباراة الأول، شوط أول جميل بعد عودة نادي الشمال، عودة نادي الشمال تفتح التوقعات والصراع في شوط المباراة الثاني على جميع الجبهات لما ممكن أن يحدث في مباريات خروج المغلوب. كرة بتلعب الآن لنادي الشمال، كرات ثابتة أيضا استغلها القطراوي ولكن يبحث عنها نادي الشمال، كرة بتلعب ولكن معتصم يبعد الكرة الماضية تسديدة كما جاءت لجيرمي دينويجر في الكرة الماضية، ولكن
ولكن عادت الكرة إلى ضربة مرمى. محاولة كانت رايعة. صاحب الهدف جدو هو من بحث عن الهدف. شوف المرور، شوف التمريرة، 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 ثلاث أرباع الهدف. التمريرة كانت ثلاث أرباع الهدف في الكرة الماضية. وهدوء علي علوان يدرس، وتمركز محمد عبد المطلب جده كان رائع في داخل منطقة الجزاء لأن يسجل برأسية رائعة، لأن يتعادل نادي الشمال حتى في ظل الغيابات، حتى في ظل الغيابات، حتى في ظل تفوق نادي قطر، ليبرهن ويؤكد أنه هو الاسم الأبرز الذي يجب أن يحذر من نادي قطر هو نادي الشمال في هذا الموسم. إلى الآن هو اللي لعوز القطراوي، نادي الشمال هو اللي لعوز القطراوي في هالموسم، هو اللي المفروض القطراوي يعمل له مليون حساب، يعمل له مليون حساب. بينما الكرة بتعود لخطأ لصالح نادي قطر، كرة بتلعب بشكل سريع، محالة لكن ناني يبعد الكرة الماضية، كرة بتعود عمر العمادي، تغطية من نادي الشمال في الكرة الماضية، جمال بالعمري. نتيجة المباراة هدف مقابل هدف، نسبة الاستحواذ مثل ما هي واضحة على الصورة 53% للقطراوي، 47% لنادي الشمال. محاولات كانت كثيرة للقطراوي ولكن نتيجة المباراة هدف مقابل هدف. في خطأ، خذ خطأ ولكن بعيد، خذ خطأ ولكن بعيد. الاعتراض من بشار يطالب بوجود بطاقة في الكرة الماضية، ولكن حكم المباراة يكتفي بإعطاء خطأ، باتخاذ قرار أن هناك خطأ لصالح نادي قطر في الكرة الماضية، بينما الخطأ كان من محمد الجابري. محمد الجابري هو اللي عرقل بشار رسم في الكرة الماضية. نتيجة المباراة لم تكن مطمئنة للقطراوي، وبعدما سجل نادي الشمال ممكن الآن يوسف والرفاق يبدون يشككون في أن الموضوع، في أن العقدة لا زالت مستمرة أم لا. يعني هو يبي يفك نحسين القطراوي، نحس دور ال 16 اللي دايم على نادي قطر، اللي بإمكانه أن يتخطاه في هذه المباراة، وأيضا خطورة نادي الشمال على القطراوي هي هو الاختبار الحقيقي للقطراوي، هل قادر على أن يعود؟ خافير مارتينيز، كرة بتعود إلى الأمام، محاولة في وسط الميدان للقطراوي، يبحث نادي الشمال عن هجمات العكسية، علي علوان لمحمد جدو، يبحث جدو، ممكن يمر جدو، يحاول جدو، مر جدو، خطير، يتوغل، هجمات خطيرة لصالح نادي الشمال، علي علوان لازالت قائمة لصالح نادي الشمال، على اليمين محاولة ناصر، مر ناصر داخل منطقة الجزاء، مرور خطورة، ولكن يوسف يبعد الكرة الماضية. شوف الثقة اللي خذاها، اللي اكتسبها نادي الشمال بعد الهدف الذي سجل بطريقة غير متوقعة على القطراوية، ولكن عدت الكرة على خير. هذا هو العقاب يا قطراوي، هذا هو العقاب، أن لا تستغل الفرص. كرة بتعود إلى ركلة ركنية، كرة بتعود إلى ركلة ركنية لصالح نادي الشمال. محسن يزيدي لناصر، ناصر نصر، والعرضية البحث عن الرؤوس، ولكن جمال بالعمري، كرة بتعود من بشار رسن، تغطية جيرمي، العودة إلى الخلف على اليمين، الجابري إلى جيرمي مرة أخرى، العودة إلى الخلف، محاولة تهدئة الرتم، وقت إضافي دقيقة واحدة مقدرة من حكم المباراة، انتهى الوقت الأصلي وانقضى أيضا الوقت الإضافي المقدر من حكم اللقاء، والنتيجة هي هدف لهدف، نعم، لينهي أحداث ومجريات شوط المباراة الأول بالتعادل الإيجابي. تفوق لا يعني كل شيء، الاستحواذ لا يعني كل شيء، استغلال الفرص هو الأهم عزيزي المشاهد. لذلك انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. سننتظر 45 دقيقة ثانية ستكون مثيرة إن شاء الله في شوط المباراة الثاني، والآن ننتقل بصوت الصورة للزميل.
نعودكم مرة ثانية إلى عبد الرحمن العبد الله وأحداث الشوط الثاني. عبد الرحمن عندك كلمة تفضل. شكرا للزميل خالد جاسم وشكرا لضيوفك الكرام هناك في الحديث بشكل أكبر عما حدث في شوط المباراة الأول. بينما نعود إلى شوط المباراة الثاني بعد انتهاء شوط أول 45 دقيقة أولى بالتعادل الإيجابي بمباراة تجمع بين نادي قطر ونادي الشمال. هدف أول أتى عن طريق اللاعب جمال بالعمري. جمال بالعمري هو من افتتح التسجيل وبعدها عدل النتيجة محمد عبد المطلب جدو لأن ينتهي الشوط الأول بالتعادل إيجابي. الكل توقع أنه ممكن نادي قطر يتقدم بأكثر من هدف بفارق أكثر من هدف ممكن في شوط المباراة الأول، ولكن أتى العقاب من قبل نادي الشمال لأن يجعل شوط ثاني مثير بشكل أكبر بعدما عادت النتيجة إلى التعادل إلى نقطة البداية. ننتظر صافرة حكم المباراة. تشكيلة الفريقين في حراسة مرمى نادي الشمال مروان الشريف مثل شوط المباراة الأول، عبد العزيز خالد متولي، ماتياس ناني، محسن اليزيدي، جيرمي نويجر، علي إياد علوان، محمد الجابري، محمد عبد المطلب جدو، ماجد محمد، جاسم الهاشمي، وناصر النصر. هذه تشكيلة نادي الشمال. بينما تشكيلة نادي قطر معتصم البسطامي في حراسة المرمى، محمد سالم الربيعي، يوسف أيمن فرحات، جمال بالعمري، عمر العمادي، خافير مارتينيز، صلاح اليحيائي، بشار راسل، بهاء الليثي، خالد أحمد وسيباسيان سوريا. وهنا صافرة حكم المباراة لابتداء الشوط المباراة الثاني. يوسف الشرشني يطلق صافرة لابتداء شوط المباراة الثاني على أمل أن نشاهد شوط ثاني أجمل أكثر رغبة من كلا الطرفين في سقوط في البدايات ولكن الخطأ على العماني هذه المرة، كيف ستكون ردة فعل نادي قطر بعد التعادل الذي أتى في أواخر شوط المباراة الأول لأن يفتح المنافسة من جديد من نقطة البداية في شوط المباراة الثاني في سقوط على أرضية ميدان إن شاء الله سلامات. ولكن الخطأ على صلاح اليحيائي يحصل على بطاقة صفراء. صلاح اليحيائي في بداية شوط المباراة الثاني يحصل على بطاقة صفراء. مباراة فيها أخطاء نعم، ولكن قلت البطاقات الصفراء. هذا يعني التفكير بشكل أكبر على الأخطاء التكتيكية. خذ خطأ وخلك مكانك، لا تقرب أكثر. ولكن لم نصل إلى مرحلة التوتر بين اللاعبين، الالتحامات القوية بين اللاعبين، الخروج عن السيطرة وأجواء المباراة من اللاعبين. لذلك كل الأمور طيبة إلى الآن، الأمور طيبة بين الفريقين. كرة بتعود يوسف فرحات إلى خافير مارتينيز، خافير إلى صلاح العماني، يعود إلى الخلف إلى محمد سالم الربيعي، جمال بالعمري أحد أفضل الأسماء المتواجدة في اللقاء وأفضل اسم في صفوف نادي قطر. كرة تلعب من جمال، تمريرة خطيرة بالخطأ ممكن تعود، عادت الكرة إلى سيباستيان، سيباستيان إلى عمر العمادي، البحث عن بشار، بشار على اليسار، محاولة من بشار، التوغل من العراقي، ولكن كرة اصطدت لتعود الكرة إلى ركلة ركنية. حذاري من الركنيات، حذاري من الركنيات. الهدف الأول أتى عن طريق ركلة ركنية يا عبد العزيز. عبد العزيز متولي والإبعاد لتصل الكرة إلى ركلة ركنية. الحذر، كل الحذر، لأن بشار سيبحث عن الرؤوس الآن. محاولة فيها خطورة الآن على نادي قطر، ولكن في سقوط، في سقوط. تأخرت الصافرة نعم، ولكن أتت الصافرة لأن هناك خطأ، لأن هناك خطأ على جمال بالعمري في الكرة الماضية. شوف اللي عادل الكرة الماضية، كانت التغطية حاضرة في سقوط. لا والله، لا والله، الالتحام كان مع يوسف فرحات في الكرة الماضية. لتعود الكرة مرة أخرى، محمد عبد المطلب جدو يفعل كل شيء في الشوط الأول، يفعل كل شيء في الشوط الأول. كرة بتعود فيها راية، فيها راية الكرة الماضية، فيها راية في الكرة الماضية، والاعتراف من علي علوان. الاعتراف في الكرة الماضية، شوف شوف اللي عاد اعتراف كان إنه كرة عادت من المدافع، لكن تقدير حكم الراية الأول أن الكرة التمريرة كانت رايحة أيضا للاعب علي علوان، لأن تعود الكرة إلى راية وتسلل. الكرة بتعود الآن في وسط الميدان، عمر العمادي، العودة إلى بهاء، بهاء الليثي إلى جمال بالعمري،
والمرور بطريقة هادئة جدا وإيصال الكرة إلى يوسف، ولكن شوف التغطية، شوف التغطية في الكرة الماضية من اللاعب الأفضل في صفوف نادي الشمال محمد عبد المطلب. جده جده يفعل كل شيء في شوط المباراة الأول ولا زال يقاتل في شوط المباراة الثانية، والجماهير القطراوية متواجدة في مدرجات حمد الكبير للبحث عن بطاقة التأهل تذكرة الوصول إلى الدور القادم، دور ربع النهائي في انتظار من الفائز بين الغرافة والإخرطيات. ولكن إلى الآن يجب أن يكون التفكير في هذه المباراة، لأن هشام زاهد ورفاقه لاعبي نادي الشمال إلى الآن يؤكدون أنهم في المنافس، أنهم في أرضية الميدان، أنه لا زال هو العقدة لنادي قطر في هذا الموسم الذي إلى الآن لا زال لا يستطيع أن يلعب معه بأريحية مثل ما فعل أمام نادي الوكرة المنافس على المربع، أمام نادي أم صلاح المنافس على المربع، أمام نادي الغرافة أيضا عندما خسر نادي قطر خسر بثلاثة أهداف مقابل هدفين أيضا منافس على المربع، الانتصار على نادي العربي بهدفين مقابل هدف، كل هذه الأمور يفعلها نادي قطر بالأندية المنافسة على المربع، ولكن يعاني كل المعاناة في مواجهة نادي الشمال، يعاني كل المعاناة في مواجهة نادي الشمال. كرة بتعود إلى رمية التماس، هشام زاهد إلى الآن بالطريقة المناسبة والطريقة اللازمة لإيصال الأمور بالطريقة السلسة للوصول إلى مرمى نادي قطر، من فرصة واحدة أو فرصتين استطاع الوصول لأن يستغل مثل هذا الأمر. كرة بتعود ناصر ناصر ناصر، والمرور من ناصر سريع ناصر، ولكن يحصل على رمية التماس في الكرة الماضية بعد تغطية خالد أحمد. كرة تلعب بشكل سريع، ناصر إبراهيم النصر ومحاولة المرور العرضية البحث عن محمد جده في الكرة الماضية، ولكن عدت الكرة لتعود الكرة إلى ضربة مرمى. كرة بتعود إلى ضربة مرمى يا يوسف. ما الحل مع نادي الشمال يا يوسف؟ ما الحل مع دور ال 16 يا يوسف؟ هل القطراوي قادر على أن يتخطى هذه المرحلة الصعبة؟ كرة بتعود، ما يفعل نادي قطر في المواجهات القليلة السابقة أمر إيجابي بشكل كبير جدا، ولكن كما ذكرت مواجهات خروج المغلوب مختلفة تماما عن منافسات الدوري، مباريات خروج المغلوب أو حتى الذهاب والإياب مباريات الكؤوس تختلف عن بطولات النفس الطويل. ما يحدث في الآونة الأخيرة أمر إيجابي لنادي قطر في مباريات النفس الطويل، في بطولات النفس الطويل، بطولات الدوري، ولكن ما يحدث هنا أمر طبيعي جدا في مباريات الكؤوس. ما حدث مع نادي السد ونادي معيذر أمر طبيعي في مباريات الكؤوس، لا نستغرب ذلك. يا أخي أندية كبيرة تعاني في مباريات الكؤوس، حتى برشلونة وريال مدريد طلعوا من بطولة كأس الملك الأسباني، يعني ما اللي قاعد يصير أمر طبيعي، اللي قاعد يصير أمر طبيعي سواء لنادي الشمال، نادي قطر، السد، معيذر، أمر طبيعي جدا. مباريات مفتوحة، مباريات 90 دقيقة أو ممكن ترتقي للـ 120. كرة تلعب، محاولة خطيرة لصالح نادي قطر، عرضية البحث عن راسية سباستيان، ولكن مروان شريف أعلى من الجميع لأن يصل للكرة الماضية، ويبقى الأمر بالتعادل الإيجابي إلى الآن. ممكن العقاب أبيض في لقاء اليوم، ولكن ممكن نادي قطر الذي لا يكل من الوصول ولا يمل من الوصول إلى مرمى نادي الشمال ممكن أن يصل في أي لحظة. يجب أن يستغل كما يستغل نادي الشمال أنصاف الفرص. خافير مارتينيز قادم من اقليم الباسك في اسبانيا من نادي اتلتيك بلباو لان يواصل مشواره مع نادي قطر الاسباني، لاعب نادي بايرن ميونخ السابق. كره بتلعب الان يوسف فرحات، محاوله طالت الكره لتعود الكره الى ضربه مرمى. حاله المرور كانت في الكره الماضيه او ركله ركنيه في الكره الماضيه. شوفوا هنا الاعاده، نعم قرار سليم. جده كان يطالب بأنها ضربة مرمى، لكن الإعادة إفادة، والإعادة كانت واضحة بأن الكرة خرجت عن طريق جده في الكرة الماضية لتعود الكرة إلى ركلة ركنية.
شعرون بالخوف من الركلات الركنية. نعم بأمر مؤكد أن يخشى الركلات الركنية نادي الشمال، لأن الأولى هدف والثانية كانت خطيرة لولا الخطأ. كرة بتعود الأمام، محاولة رأسية ولكن أيضا خطيرة. جمال يا جمال، ما يفعل هذا الجمال هو الجمال بأم عينه، هو الجمال بأم عينه. جمال بالعمري يرتقي في كل مرة ليكسب الرهانات الهوائية في كل مرة، ولكن هذه المرة احتسب خطأ. نعم خطأ، خطأ للاعب علي علوان في الكرة المهدية. علي علوان يحصل على خطأ، صاحب 21 عام الأردني القادم من نادي الجزيرة الأردني ليواصل مشواره مع نادي الشمال. كرة تلعب الآن، محاولة ولكن تغطية من بهاء اللي تعود الكرة إلى حارس مرمى نادي الشمال مروان شريف. نتيجة لا زالت إيجابية، رغبة نادي قطر لا زالت واضحة في الوصول إلى مرمى نادي الشمال. صغار كبار في السن متواجدين يطالبون، يمنون النفس أن يصلوا إلى المرحلة التي استعصت على القطروية في المرحلة السابقة وفي السنين السابقة. الكرة بيحاول فيها عبد العزيز متولي، كرة بتعود إلى علي علوان، العودة إلى الخلف، التأني ثم التأني ثم التأني من لاعبي نادي الشمال، ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية لتعود الكرة بشكل سريع. خطأ، خطأ لبشارة في بطاقة، خطأ لبشارة في بطاقة، على منو؟ على ماتياس ناني. ماتياس يحصل على بطاقة صفراء أو نويجر، لا لا لا، ماجد، ماجد محمد هو من يحصل على البطاقة الصفراء. كابتن الفريق هو من يحصل على البطاقة الصفراء. خطأ تكتيكي بحت في الكرة الماضية، حتى وإن ضحى لأن يحصل على بطاقة ملونة في الكرة الماضية، ولكن وقف يا بشار، وقف يا بشار. يعلم جيدا ماجد أن أهم أسلحة نادي قطر هي هذه الهجمات المرتدة العكسية السريعة، لذلك أوقف بشار ببطاقة صفراء تضحية لعدم وصول نادي قطر إلى مرمى للمرة الثانية. محاولة الآن لصالح نادي قطر، عرضية البحث ولكن كرة اصطدت لتعود الكرة مرة أخرى. الآن السؤال، من سيعتمد على دكة بدلاء أولا، يوسف السفري أم هشام زاهد؟ هشام زاهد عند أمجد عطوان ممكن يدخل في شوط مباراة، عند علي عوض ممكن يدخل في شوط مباراة، فهد وعد، معاذ السالمي، أسماء متواجدة في صفوف نادي الشمال. جهة المقابلة ممكن سالمين الرميحي في النزعة الهجومية، ولكن إلى الآن هجوميا رائع نادي قطر، ولكن يجب أن يستغل، يجب أن يستغل. شوف الضغط، شوف الجري، شوف اللاعب الذي لا يقف ولا يمل من القتال والمحاولة، صاحب 38 عام سيباستيان سوريا. الكرة بتعود لبشار، بشار على اليمين، بشار ليوسف فرحات، ممكن تأتي العرضية من يوسف، عرضية رائعة، خطأ دفاعي، تسديدة ولكن ضاعت على القطراوي، ضاعت على القطراوي. الكرة عادت لخافير مارتينيز، خافير يبحث بظهر الرجل إلى صلاح اليحيائي، ولكن تغطية دفاعية كانت من الجابري في الكرة الماضية. كرة بتعود إلى الأمام خطيرة، ولكن التصرف لم يكن بالشكل المطلوب، كان بالإمكان أفضل مما كان في الكرة الماضية. شوف جده يقاتل، علي علوان يقاتل هجوميا لوحدهم يحاولون، ولكن إلى الآن الاستحواذ قطراوي كما كان عليه في شوط المباراة الأول، الرغبة قطروية كما كانت عليها في شوط المباراة الأول، ولكن هل يتعلم من الدرس؟ هل تعلم من الدرس القطروي أن لا يبالغ في الوصول إلى الأمام، أن لا يبالغ في تقدمه إلى الأمام، لأن يجعل المساحات فرصة، فرصة لا يمكن أن يتخلى عنها نادي الشمال للوصول إلى مرمى نادي قطر، لأن في مرة واحدة استغل المساحات فاستطاع الوصول فسجل التعديل، فأن لم يحدث شيء لصالح نادي قطر. كل هذا القتال اللي صار في شوط المباراة الأول وكأن شيء لم يحدث، وكأن شيء لم يحدث. كرة بتعود مرة أخرى، بشار، خالد أحمد إلى سباستيان، سباستيان العودة إلى الخلف إلى بشار، بشار على اليسار، سباستيان سوريا العودة إلى الخلف، لم يجد المساندة اللازمة لأن يعود مرة أخرى. بهاء إلى الجمال بالعمري، جمال الدين بالعمري، كرة بتلعب الأمام الآن، محاولة
أيضا مقطوع الكرة الماضية، البحث عن التمريرات الطولية في ظهر مدافعين نادي الشمال للوصول إلى مرمى مروان الشريف. كرة بتعود في وسط الميدان، جيرمي يحصل على خطأ، أو ماجد محمد هو من يحصل على خطأ. خطأ على اللاعب خافيير مارتينيز في الكرة الماضية. كما ذكرت نتيجة المباراة لا زالت التعادل الإيجابي. ناصر في خطأ، نعم في خطأ في الكرة الماضية على اللاعب خالد أحمد، ولصالح اللاعب ناصر النصر في الكرة الماضية. كثرت الأخطاء في الدقائق الماضية، زاد الحذر في الدقائق القادمة أو للدقائق القادمة ازداد الحذر هنا وهناك. بعد ربع ساعة أولى قد انقضت من شوط المباراة الثاني، والنتيجة لا زالت كما كانت عليه في الشوط الأول. كرة تلعب لمام، محاولة ولكن تغطية جمال، تغطية جمال بالعمري بالطريقة المناسبة. كرة بتعود سيباستيان سوريا، سيباستيان سوريا إلى بشار، بشار يبحث، بشار تمريرة إلى يوسف فرحات، ممكن تأتي العرضية من يوسف، ممكن تأتي العرضية من يوسف، البحث عن رأسية سيباستيان، استلام وترويض من سيباستيان سوريا في الكرة الماضية، لا زالت قائمة لصالح نادي قطر، يستحوذ نادي قطر، يسيطر نادي قطر على الكرة لكي يبحث عن الطريق الأنسب. صلاح اليحيائي مرور، ولكن 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 التغطية كانت رائعة من عبد العزيز متولي في الكرة الماضية. كرة بتعود الآن إلى الجابري، يلعب كرة جدو، جدو ممكن يمر، خطيرة لصالح نادي الشمال، ناصر 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 مر، ناصر خطير إلى جدو، محاولة الآن لصالح نادي الشمال، ممكن يسجل نادي الشمال. يا الله يا الله، علي علوان، علي علوان، وكان بالإمكان أفضل مما كان، كان بالإمكان أفضل مما كان، لم يستغل الفرصة الأنسب، لم يستغل الفرصة الأنسب. شوف الإعادة، علي علوان والمرور بالطريقة المناسبة، مر من الأول مر من الثاني، ولكن ولكن ضاعت على نادي الشمال وضاعت على علي علوان، لأن تبقى الأمور على ما هي عليه. والله ما لا تلام، ما يلام ما يلام، ردت فعله ردت فعلا، لأن هذه هي الفرصة الأنسب لنادي الشمال، هذه الكرات اللي لازم يستغلها نادي الشمال في مباراة اليوم إذا ما أراد الوصول إلى الدور القادم. كرة تلعب عرضية خطيرة، عقاب أصفر ممكن أن يأتي في اللحظات القادمة. كرة تلعب الآن، ولكن تغطية دفاعية لتعود الكرة بشكل سريع، المساحات موجودة. جدو 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 مر من الأول، جدو يمر من الثاني، ولكن جمال بالعمري، جمال بالعمري، جمال بالعمري يبعد الكرة الماضية لأن تعود الكرة للقطروية. مقطوعة 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 الكرة الماضية، يستعجل القطراوي، يستعجل القطراوي كثير في الوصول إلى المرمى، إلى مرمى نادي الشمال. بينما شوف نادي الشمال إلى الآن يقدم مستويات رائعة، من يشعر بأن نادي الشمال متراجع للخلف حذر كثيرا؟ لا 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 وألف لا، نادي الشمال إلى الآن يقدم السياسة الأنسب. شوف الكرة الماضية، إذا استغلها علي علوان بالطريقة المناسبة كانت الأمور كلها تغيرت، كانت الأمور كلها تغيرت. طاح، سقط جمال، غاب بالعمري في الخط الدفاعي، فممكن أن يتقدم نادي الشمال. ماجد ماجد محمد، وتغيير جهة لعب إلى ناصر، ناصر النصر، العودة إلى الخلف، العودة إلى الخلف من ناصر إلى عبد العزيز متولي. الجابري يلعب كرة، ناني ماتياس ينقل كرة على اليسار، ماجد محمد التوغل، محاولة المرور، مر بطريقة رائعة، يسلم على المرور، محاولة، لكن جمال بالعمري، جمال بالعمري يبعد الكرة الماضية. مساحات موجودة، نادي قطر الآن يبحث، عمر العمادي لا زال يحافظ على الكرة، صلاح اليحيى إلى عمر، حكى المباراة يقول ما فيها شيء. كرة تلعب خافيير مارتينيز، الاعتراض موجود، خافيير يلعب كرة على اليمين، محاولة عند نادي قطر، اللاعب لا زال ساقط على أرض الميدان، هاتخذ بطريقة رائعة، بشار بشار بشار، والتسديدة ولكن مرت، ولكن مرت، وضاعت الكرة الماضية، ضاعت الكرة الماضية على بشار، والاعتراض من لاعبين نادي الشمال.
الاعتراض على من لاعبي نادي الشمال على اللاعب خفير مارتينيز وعلى ان هناك خطا في الكره الماضيه وسقوط اللاعب جاسم الهاشمي. شوف اللي عاده هتخذ وتزيد يساريه لم تذهب الى المرمى بل ذهبت بعيدا، ولكن هل كان هناك خطا وتدخل من اللاعب عمر العمادي؟ حديث بشكل اكبر من حكم اللقاء مع لاعبي الفريقين، بينما اعتقد ان هشام زاهد سيجري تغييراته من الان، هو من سيبتدئ التغييرات على امل ان يصل وان يستغل نقاط ضعف نادي قطر الموجوده في ارضيه الميدان. بينما في الجهه المقابله نادي قطر الذي يقاتل لان يصل كثيرا، ولكن لم يستغل سوى واحد عن طريق من؟ عن طريق جمال بن عمرو. شوف التمرير الاجمل في المباراه، يا الله على ناصر النصر وعلى هدوء علي علوان وعلى تمركز جده والإحساس بالمكان والمسؤولية لأن يسجل هدف التعديل بعيدا عن الضغوطات بعيدا عن التفكير بالغيابات. يتعادل نادي الشمال، يبدع نادي الشمال دائما ما كان ضد نادي قطر. بينما يوسف السفري صاحب 45 عام لاعب خط وسط سابق في نادي الرجاء نادي الرجاء البيضاوي الرجاء الرياضي كوفنتري سيتي نورويتش سيتي ساوثهامبتون قادم من البريمير ليج لنادي قطر. بينما اشوف الاعتراض غير مناسب. معلش ازعل ولكن لا تصل مرحلة الى ما توصل الامور الى هذه المرحلة. معلش من حقك تزعل، من حقك تتحمس مع فريقك. الكرة بتعود إلى الأمام، محاولة ولكن ضاعت الكرة الماضية وابعدت الكرة الماضية لتعود الكرة من جديد. لا زالت الكرة في أرضية الميدان. خطأ، تمريرة لم تكن بالشكل المطلوب، ولكن صلح الموضوع يوسف فرحات. المباراة مشتعلة، الرغبة موجودة من كلا الطرفين، الحذر موجود. سيباستيان إلى الآن الكماشة على سيباستيان فغابت خطورة نادي قطر. الكرة بتعود، محاولة أيضا مقطوعة الكرة الماضية. الكرة لا زالت في أرضية الميدان في وسط الميدان، يقاتلون حرب وسط الميدان. محسن اليزيدي يلعب كرة إلى اللاعب علي علوان. علي ممكن يمر، علي يبحث عن المساندة، يبحث يجد المساندة. ماجد محمد تمريرة لمحسن، خطيرة لمحسن لنادي الشمال. يبحث نادي الشمال، يتأنى نادي الشمال. إلى الآن يقدم مباراة رائعة تسديدة، ولكن بعيدة من عبد العزيز متولي. الكرة الماضية في تغيير لصالح نادي الشمال في الدقائق القادمة. تغيير لصالح نادي الشمال. علي عوض هو البديل للاعب جدو الذي فعل كل شيء في شوط المباراة الأول وشوط المباراة الثاني. قدم كل شيء لنادي الشمال لأن يبقى متقدما، ولكن التعادل كان هو سيد الموقف. محمد سيد عبد المطلب جدو يخرج ليترك مكانا للاعب علي عوض. في الدقائق القادمة خافير مارتينيز، كرة بتصل لصلاح، لم نجد خطورة بشار. صلاح وسباستيان على أكمل وجه، لذلك تراجع نادي قطر قليلا. خافير مارتينيز يقدم مباراة رائعة، جمال بن عمري يقدم مباراة رائعة. كرة بتعود، خالد أحمد يلعب كرة إلى صلاح، اليحيائي يلعب كرة إلى الأمام، محاولة لكن تخطئ دفاعية. ممكن الزحمة الدفاعية في صفوف نادي الشمال هي ما أدت إلى تراجع مستوى خطيرة. يا سلام يا سلام يا بشار، خطيرة يا بشار،
يا ساتر يا بشار، يسجل الثاني بشار ليرد على أن تواجد بشار لا زال قائما. بشار موجود لأن يسجل، لأن يفتتح التسجيل في شوط المباراة الثاني، لأن يتقدم الملك مرة أخرى. شوف الإعادة للكرة الماضية، ولكن عطني الجمال، عطني الجمال بالعمري، عطني الجمال بالعمري. يا ساتر على التمريرة، يا ساتر على التمريرة يا جمال بالعمري. هو الأفضل، هو الأجمل، هو الأروع، هو الأرقى في مباراة اليوم. ولكن بشار، بشار ما كذب خبر، ما كذب خبر ولا رفض هدية، ولا رفض هدية. بشار رسن، بشار رسن يسجل هدف التقدم للقطراوية. 2-1، 2-1. الجمال بالعمري، الجمال بالعمري. هو مدافع، هو صانع الألعاب، هو هداف، هو الأفضل في مباراة اليوم. وبشار بالطريقة الأجمل يسجل، بالطريقة الأجمل يسجل هدف التقدم للقطراوية. 2-1، عادت الأمور لأن يتقدم الملك مرة أخرى، عادت الأمور لأن يتقدم الملك مرة أخرى. شوف عدم استغلال الفرص من علي علوان ماذا يؤدي، إلى ماذا يؤدي. كرة تلعب الآن، علي عوض محاولة في مرور بطريقة رائعة. الآن هشام زاهد، ممكن يزج بأمجد عطوان في الدقائق القادمة. محسن، كرة بتعود إلى الخلف عند الجابري. 2-1 القطراوية في شوط المباراة الثاني. هدف ثاني كان جميل جدا، جميل جدا من قبل نادي قطر. إلى الآن هو الهدف الأجمل في دور 16 في بطولة كأس سيدي سمو الأمير. كرة تلعب بتعود لصالح نادي الشمال الذي إلى الآن لم يتقدم بالنتيجة، تخلف بهدف مقابل لا شيء، عدل النتيجة في آخر الدقائق في شوط المباراة الأول. عاد مرة أخرى الآن لأن يتراجع بالنتيجة، هدفين مقابل هدف للقطراوي. يريد أن يتقدم، يريد أن يتخطى هذه العقبة. هو اختبار حقيقي للقطراوي، هو اختبار حقيقي يا سيباستيان. هو أمام نادي الشمال الذي إلى الآن لم يستطع أن يفعل شيء أمامه. هو العقدة في تاريخ مواجهات الفريقين أيضا في بطولة كأس الأمير. هو اللي أخرج نادي قطر من هذا الدور في النسخة السابقة. الآن يتقدم بالنتيجة، ممكن أن يعود نادي الشمال، ممكن أن يزيد نادي قطر، ممكن أن تستمر الأمور على هذا الشكل. متولي يلعب كرة، عبد العزيز كرة بتعود مرة أخرى. جيرمي عبد العزيز، متولي علي عوض يبحث علي، كرة بتعود إلى ناصر، ناصر إلى الهاشمي. العودة، شوف الضغط، شوف الضغط، شوف الضغط من لاعبي نادي قطر، ولكن شوف هدوء، شوف هدوء ماتياس نانين في الكرة الماضية. كرة بتعود علي عوض يلعب كرة اللي جيرمي نويجر، كرة بتصل عبد العزيز متولي. شوف الضغط من لاعبي نادي قطر، ما تدخل ملعبي وخليك. نصف ملعب نادي قطر مليان أفخاخ، مليان ضغوطات، يشعر بالصعوبة الآن. خلاص عندما يتقدم نادي قطر الحين لازم يثبت أن تعلم من درس شوط المباراة الأول. الدرس اللي تلقنه في شوط المباراة الأول يجب أن يتعلم من خلاله في شوط المباراة الثاني، إذا ما أراد أن يتأهل للدور القادم، أن يطير للدور القادم. كرة بتعود علي عوض، محاولة الآن على اليمين، مطالبة. نعم نعم نعم، في ركلة ركنية، في ركلة ركنية. هو يبغي الركلة الركنية لأن في انضباط قطراوي في الخط الدفاعي وفي وسط الميدان. لذلك ما يتمناه الآن في الدقائق القادمة هي الكرات الثابتة. أمجد عطوان، أمجد عطوان بديلا للاعب ماجد محمد، أمجد عطوان بديلا للاعب ماجد محمد. الحين الأمور ممكن تختلف، الأمور ممكن تتغير. الكرة بتلعب الأمام، أمجد عطوان راح يفك حلول، راح يعطي حلول، راح يفك أزمات لنادي الشمال. محسن يزيدي محاولة الآن، ممكن تأتي العرضية، ولكن تغطية خالد أحمد في الكرة الماضية، تغطية خالد أحمد في الكرة الماضية لتعود الكرة مرة أخرى لركلة ركنية. عمر
عمر العمادي تغطية بها في الكرة الماضية، تعود الكرة من جديد، على اليسار بدأ يبحث نادي الشمال، بدأ يتقدم نادي الشمال الآن، خلاص الكل في الكل، الجمل بما حمل، لأن مباريات خروج المغلوب الدقيقة تأثر، كل ثانية تمر وكل دقيقة تمر ممكن تأثر على مشوار الفريق في البطولة. خافيير مارتينيز الأسباني يخرج الآن في الدقيقة الثالثة أو الرابعة والسبعين، أعتقد أنه غير جاهز لأن يواصل المباراة، أو ممكن جاهز ولكن مدرب نادي قطر لا يريد أن يخاطر في أمر سلامة لاعبه، لذلك يسحب خافيير مارتينيز والاعتماد على معتز البسطامي في الدقائق القادمة. هو يعاني من شيء، فإن شاء الله بسيطة يا خافيير، إن شاء الله بسيطة يا مارتينيز، ولكن الاطمئنان عليه بشكل أكبر، عدم المخاطرة فيه جعله يواصل الدقائق القادمة، لذلك الاعتماد على معتز البسطامي في الدقائق القادمة من عمر اللقاء. كرة تلعب الآن خطيرة لصالح نادي الشمال، القطراوي تغييرات دفاعية لأن يحافظ على النتيجة، وفي الجهة المقابلة تغييرات هجومية لأن يعود في النتيجة، ولكن كل يغني على ليلاه في الدقائق القادمة، ولكن من يحصل على ما يريد إلى الآن القطراوي يتقدم، إلى الآن القطراوي يحاول أن يحصل على تذكرة العبور، تسديدة علي عوض الكرة الماضية كانت خطيرة لنادي الشمال، لكن بتعود الكرة، شوف لمسة يد، في لمسة يد كانت على اللاعب علي عوض، كانت الكرة إلى ضربة مرمى، حتى أن سجلت ممكن أن يعود، نعم سيعود إلى البار. كرة بتعود الآن عبد العزيز متولي محسن، أمجد عطوان إلى محسن اليزيدي، كرة على اليسار جيريمي نويجر، وحالة المرور بطريقة رائعة، تغطية محمد سالم في الكرة الماضية، أقل من ربع ساعة أخيرة من الوقت الأصلي الهاشمي، هل بإمكان نادي الشمال أن يعود للاتجاه إلى الأشواط الإضافية لأن تمتد المباراة إلى 120 دقيقة، أم أن بإمكان قلب الطاولة، أم أن تستمر الأمور على هذا الشكل، أن يتقدم وأن يظل متقدم ويستمر في التقدم وفي الدقائق القادمة نادي قطر. كرة تلعب محسن يزيد أو عبد العزيز متولي إلى ناصر، شوف التغطية، شوف القتال، شوف الضغط من لاعبي نادي قطر، شوف الزحمة، في خطأ على سيباستيان في الكرة الماضية ولصالح ناصر النصر، موهوب ناصر، جميل ناصر، رائع ناصر في أرضية الميدان، يحصل على خطأ الآن، كرة ثابتة لصالح نادي الشمال، نتيجة هدفين مقابل هدف للقطراوية، هدفين مقابل هدف لنادي قطر. جمال بن عمري هو مخرج هذه الليلة، هو المخرج وهو المنتج لأهداف نادي قطر، سجل الهدف الأول وصنع هدف ثاني بأسست جميل جدا، كرة اللعب أمجد عطوان، كرة تصل، ضاعت يناني الكرة الماضية، ولكن شوف أمجد عطوان، تنفيذ أمجد عطوان كان رائعا في الكرة الماضية، شوف التنفيذ وشوف المحاولة اللي ضاعت على نادي الشمال، رأسية كانت ممكن أن تصل إلى مرمى نادي قطر، لنشاهد دقائق أخيرة خيالية، ولكن ضاعت على قلعة الشمال في الكرة الماضية، لأن تعود الكرة إلى ضربة مرمى، في بطاقة صفراء على حارس المرمى معتصم البسطامي، لأنه تأخر في التنفيذ، لذلك يحصل على بطاقة.
لذلك يحصل على بطاقة صفراء. معتصم البسطامي يحصل على بطاقة صفراء، كرة تلعب إلى صلاح اليحيائي، محاولة ولكن التغطية حاضرة في الكرة الماضية لتعود الكرة إلى مروان شريف. مروان نتيجة المباراة كما ذكرنا هدفين مقابل هدف. جمال بالعمري الهدف الأول، بشار رسم الهدف الثاني للقطروية، بينما هدف نادي الشمال عن طريق اللاعب محمد جدو. كرة تلعب الأمام بهاء، والتغطية كانت حاضرة في الكرة الماضية. محمد سالم إلى يوسف فرحات، مرور بطريقة رائعة، التمرير ولكن مقطوع الكرة الماضية. تعود الكرة إلى نادي الشمال، ناني ماتياس يبحث ولكن شوف ضغط لاعبي نادي قطر على صاحب الكرة، على حامل الكرة، يقاتلون، يعلمون جيدا مدى أهمية هذه المباراة، يعلمون جيدا مدى أهمية الانتصار في هذه المباراة. هو الأمر نفسي ومعنوي، وأيضا هذا يعني الاستمرار في هذه البطولة بعدما ابتعد نادي قطر عن بطولة الدوري وعن المنافسة أيضا للوصول إلى المربع، فهو الرمق الأخير والأمل الأخير للقطراوية لأن يفعل شيء في هذا الموسم، لأنه يعلم جيدا أن بإمكانه في الآونة الأخيرة أثبت نادي قطر أن بإمكانه أن يفعل شيء في هذا الموسم. من يمتلك بطولتي كأس سيدي سمو الأمير في تاريخه؟ عنده بطولتين، البطولة الأولى كانت في عام 1974، البطولة الثانية كانت في عام 1976، وبعدها غاب القطراوي عن هذه البطولة، والآن بإمكان العودة برغبة كبيرة جدا، بإمكان العودة، الفرصة موجودة. من كان يسيطر على بطولة كأس الأمير من عام 2014 إلى عام 2021 متواجدين في طرف واحد، هذا يعني أن القطراوي بإمكانه وكل فريق بإمكانه أيضا. حتى في الجهة المقابلة تراجع نادي تحيل في الآونة الأخيرة يعطي الفرصة للأندية التي تريد أن تطمع بالوصول. رغبة نادي معيذر اليوم الليلة أمام نادي السد جعلت من الأندية تفكر بشكل أكبر أن السد ممكن، السد الذي لا يقهر في الدوري ممكن أن يقهر في بطولة، في مباريات خروج المغلوب. لذلك كل الأمور، كل الحسابات تتغير في بطولة الكؤوس. لذلك إلى الآن الشمال ممكن أن يعود في أي لحظة من اللحظات، أقل من 10 دقائق أخيرة في الوقت القاتل، لا زال القطراوي متقدم بالنتيجة، يحصل على ركلة ركنية، يحصل على ركلة ركنية، هو السلاح الأول اللي اعتمد عليه لأن يسجل، لذلك ممكن أن يعود مرة أخرى لأن يسجل. ركلة ركنية الآن للقطراوية، بشار رسن على التنفيذ، بشار رسن على التنفيذ، كرة تلعب الآن لصالح نادي قطر، عالية خطيرة ولكن ارتقاء مروان، ارتقاء مروان في الكرة الماضية لأن يبعد الكرة الماضية، الكرة لا زالت خطيرة لصالح نادي قطر، كرة تلعب خطيرة، فيها خطأ ولا لا؟ فيها خطأ، فيها خطأ، فيها خطأ، فيها خطأ الكرة الماضية، في خطأ في الكرة الماضية على اللاعب البديل معتز البسطامي في الكرة الماضية، كان في خطأ. أعتقد أن يوسف السفري أيضا سيجري تغيير. خالد وليد ممكن هو اللي راح يدخل في شوط المباراة الثاني، يريد أن يحافظ على نتيجة المباراة، يريد أن يحافظ على نتيجة المباراة، لأن إن عاد نادي الشمال هذه المرة ستصبح المهمة صعبة جدا في محاولة حسم الأمور في الوقت الأصلي أو الإضافي. ممكن تتجه إلى ركلات الترجيح لأن مباراة خروج المغلوب أعتقد ركلات الترجيح ستكون بعد الشوطين، ممكن كل أمر صعب، المباراة النهائية تختلف. لكن كرة بتلعب الأمام، محاولة لأن الهدف اللي ممكن يأتي لنادي الشمال في هذه اللحظة تجعل من المهمة صعبة جدا حتى في ركلات الترجيح، لأن ركلات الترجيح تختلف معاييرها، تختلف معاييرها عن التسعين دقيقة كلها.
كرة بتلعب الأمام، سيباستيان غائب عن مباراة اليوم، أو استطاع هشام زاهد أن يقلل وأن يحد من خطورة نادي الشباب. كرة بتلعب، حذاري من مثل هذه الكرات، حذاري من مثل هذه الكرات. شوف الضغط والرغبة من سيباستيان ورفاقه في الوصول إلى مرمى نادي الشمال لتسجيل ثالث الأهداف لإنهاء الأمور، ولكي لا يدخل إلى التساؤلات في الثواني الأخيرة في الوقت القاتل الآن، 7 دقائق أخيرة. شوف سيباستيان، شوف صاحب 38 عام، شوف صاحب 38 عام كيف يركض، كيف يقاتل، كيف يحاول. شوف الرغبة اللي يمتلكها هذا اللاعب اللي أثبت أن العمر مجرد رقم. طالما كانت هناك الرغبة موجودة والقتال موجود والقلب موجود والرغبة عندما تكون حاضرة، العمر يصبح مجرد رقم، العمر يصبح مجرد رقم. وهذا ما يحدث مع سيباستيان سوريا. بسم الله ما شاء الله، كرة بتعود الآن بشكل خطير لصالح نادي قطر. بشار يبحث، بشار خطير، ولكن سقوط على أرضية الميدان، ما فيها خطأ. الكرة الماضية سقوط بشار، يعاني بشار، ولكن نادي الشمال يبحث، نادي الشمال يبحث الآن. كرة خطيرة لصالح نادي الشمال على اليسار، العودة إلى الخلف. لازال بشار ساقط. بتوقف لاعبي نادي الشمال عن الحركة لاطمئنان على بشار، اطمئنان على بشار. ساقط على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات للاعب اللي يسجل المباراة الثالثة على التوالي. المباراة الثالثة على التوالي يسجل. شوف التدخل، وصراع عراقي، صراع عراقي بين بشار وأمجد عطوان في الكرة الماضية، صراع بين بشار وأمجد عطوان في الكرة الماضية. خلاص الصداقة بعيد، الزمالة بعيد، الأخوة بعيدة عن أرضية الميدان، عن المستطيل الأخضر. هذا ما حدث في الكرة الماضية، سأقاتل لأن أصل، هذا هو الشعار اللي رفعه أمجد عطوان وبشار رسن في الكرة الماضية. وفي مباراة اليوم كما ذكرت هو الاختبار، خلنا نقول الأصعب للقطراوية، راح يفك عقد القطراوي إذا انتصر في مباراة اليوم. شوف القتال وبعدها الاعتذار كان من سيباستيان سوريا، الاعتذار من سيباستيان لحارس المرمى مروان شريف، بينما بشار اعتقد أن جات سليمة وقادر على المواصلة. دقائق تمر والقطراوي لا زال متقدم. آخر بطولة للقطراوي في إطار بطولة كأس سيدي سمو الأمير كانت في عام 1976. تغييرين، فهد وعد هو البديل، التغيير الثالث لصالح نادي الشمال، وأيضا اللاعب معاذ السالمي. التغييرات الأربع اللي أنا تكلمت عنها هو اللي اعتمد عليها هشام زاهد. نعم أسماء بإمكانها أن تفعل شيء ما في أرضية الميدان، ممكن تغير شيء في أرضية الميدان، لذلك اعتمد عليه هشام زاهد في شوط المباراة الثاني. بينما القطراوي لا زال متقدم، القطراوي لا زال متقدم في أرضية الميدان. 4 تغييرات أجراها هشام زاهد. كرة بتعود من جديد، أمجد عطوان يلعب كرة على اليسار، معاذ السالمي، معاذ يحيى السالمي، العودة إلى الخلف إلى أمجد الهاشمي. تغيير جهة لعب، بينما هل بإمكان الشمال أن يعود من جديد للتعديل في الوقت القاتل والاعتماد على ركلات الترجيح؟ شوف الخطأ، شوف في خطأ ولا لا، في خطأ ولا لا، نعم في خطأ ولا لا، نعم خطأ لصالح عبد العزيز متولي، خطأ لصالح عبد العزيز متولي. تغيير لصالح نادي قطر، خروج اللاعب صلاح سعيد الإحيائي. ودخول اللاعب حسام كمال.
وخروج أيضا يوسف فرحات ليدخل خالد وليد بديلا ليوسف فرحات. تغييرين لصالح يوسف السفري ليبقى الأمور بالتقدم لصالح نادي قطر. كرة تلعب لما في خطأ في خطأ في خطأ في الكرة الماضية في خطأ في الكرة الماضية على ماتي أسناني. خطأ لصالح اللعب جمال بن عمري حتى وهو ساقط يقاتل حتى وهو ساقط يقاتل. جمال بن عمري يقدم كل شيء في مباراة اليوم، هو الأفضل هو الأفضل برأيي. جمال بن عمري حتى وهو ساقط يقاتل لكي يبعد الكرة. كرة بتعود مروان حارس المرمى مقطوع الكرة لتعود الكرة لصالح نادي قطر، ولكن سرعان ما تعود لصالح نادي الشمال. الهاشمي تو تمريرة خاطئة تمريرة خاطئة من دفاع نادي الشمال ولكن الإبعاد من حارس المرمى. كرة تلعب للأمام فهد وعد البحث عن فهد وعد في الكرة الماضية. كرة تذهب إلى رمية التماس. الثواني الأخيرة الدقائق الأخيرة للقطروية اللي ينتظرون الخبر الأكيد الخبر السار على أن القطراوي بعد عقدة 3 سنوات بإمكان الوصول إلى دور ربع النهائي برغبة جديدة في محاولة الوصول إلى نهائي أغلى الكؤوس. عبد العزيز متولي عنده كلام ثاني عبد العزيز متولي عنده كلام ثاني. فهد وعد يلعب كرة ولكن وصلت سهلة وصلت سهلة إلى حارس المرمى. معتصم البسطامي في الكرة الماضية. كرة بتعود من جديد تلعب الكرة إلى الأمام. استمرارية من حكم المباراة. مقطوعة الكرة بشكل سريع سيباستيان سوريا. كرة لازالت لصالح نادي قطر على اليسار. بشار بشار رأسا لازال يحافظ على الكرة. كرة تلعب تمريرة خطيرة خطيرة خطيرة. حكم المباراة يقول ما فيها شيء حكم المباراة يقول ما فيها شيء. كرة بتعود بشكل سريع لصالح نادي الشمال. يبحث نادي الشمال الوقت الأصلي قد انقضى وأربع دقائق إضافية أربع دقائق إضافية مقدر من حكم اللقاء. شوف يحاول علي علوان أو فهد وعد في الكرة الماضية. كرة بتعود من رمية التماس. شوف العودة إلى تقنية الفار بسرعة بسرعة خلاص ما فيها شيء ما فيها شيء. قرار سليم كان حكم المباراة يوسف الشرشري. كرة تلعب الأمام الآن خطيرة لصالح نادي الشمال. محاولة من قبل نادي الشمال ماتياس ناني التطبيق. يا ساتر يا ساتر على الكرة الماضية. ماذا يحدث في أرضية الميدان؟ ماتياس يتولى زمام الأمور الهجومية والأمور الدفاعية. يريد أن يفعل ما يفعل جمال بن عمري في أرضية الميدان. شوف الإعادة للكرة الماضية. شوف الإبعاد في الكرة الماضية. ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء ما فيها شيء. وقرار سليم من حكم المباراة قرار سليم من حكم المباراة. نعود مرة أخرى إلى رمية التماس صالح نادي الشمال. الدقائق تمر والثواني تمر والأمور صعبة على كلا الفريقين. لمن يريد أن يحافظ على نتيجة المباراة ولمن يريد أن يعود في نتيجة المباراة. الدقائق الأخيرة الوحيدة التي ستكشف لنا أسرار ما سيحدث في المباراة هذه. محاولة من بشار ضاعت على بشار عادت لصالح نادي قطر. كرة تلعب على اليسار. محاولة من خالد أحمد يلعب كرة سباستيان ولكن مقطوعة مقطوعة وكان بالإمكان أفضل مما كان. مرة أمجد عطوان مر أمجد عطوان خطير عطوان خطير أمجد. كرة تلعب الآن على اليسار. محاولة لازالت قائمة فهد وعد. حالة المرور بطريقة رائعة يبحث تغطية كانت حاضرة من معتز في الكرة الماضية. كرة تلعب إلى الأمام الآن لصالح القطروية. محاولة لصالح نادي قطر. خالد وليد يبحث عن سباستيان ولكن أيضا التمريرة لم تصل لسباستيان. التمريرة لم تصل لسباستيان. كرة بتعود بشكل سريع كرة بتصل بشكل سريع. ناصر محالة المرور خطير ناصر خطير ناصر خطير ناصر. يحصل على خطأ من أمام بشار يحصل على خطأ. شوف الترقب بشكل أكبر سواء من جماهير القطروية
أو المتواجدين لتشجيع نادي الشمال. أمجد عطوان على التنفيذ البحث عن الكرات الثابتة التي ممكن أن تشفع لنادي الشمال لأن يعود. ناني يبحثون عن رأسية ماتياس ولكن ضاعت الرؤوس في الكرة الماضية لأن تعود الكرة من جديد لصالح نادي قطر. خطيرة فيها خطأ فيها خطأ فيها خطأ وفي بطاقة صفراء في بطاقة صفراء على ناني في بطاقة صفراء على ناني في الكرة الماضية. ماتياس ناني يحصل على البطاقة الصفراء. سقوط اللاعب على أرضية الميدان معتز. إن شاء الله سلامات للاعب البديل معتز. معتز ماجد البسطامي الذي دخل بديلا للأسباني خافير مارتينيز. بينما الحديث يوسف السفري مباراة كانت صعبة على القطروية، مباراة كانت صعبة أيضا على نادي الشمال، دائما ما كانت مواجهاتهم صعبة في هذا الموسم، ولكن هل حدث ما يريد الجمهور ما يتمناه المحبين أن نادي قطر استطاع التخلص من هذه العقبة الصعبة للوصول إلى دور ربع النهائي. الحديث والتفكير بشكل أكبر على بطولة الدوري والجولات المتبقية ومواجهة الخرطيات أو الغرافة. خافير مارتينيز يترقب كرة تلعب الآن مقطوعة الكرة لتعود الكرة إلى رمي التماسي صالح نادي قطر. الله يا سباستيان هذا ما يريد القطراوي أن تبقى الأمور على ما هي عليه، ولكن صارت نعم المهمة صعبة المهمة خطيرة الآن على نادي قطر لأن أي فرصة ممكن ترتد تكون خطيرة على نادي قطر، ولكن يريد أن يبقي الأمور في هذا المكان يبقي الكرة في هذا المكان. خلاص خلاص آخر دقيقة آخر دقيقة زاد دقيقة حكم مباراة بعد سقوط اللاعب على أرضية الميدان. كرة بتعود من سباستيان يحاول أن يكسب بعض الثواني والوقت. كرة بتعود بشكل سريع عمجد عطوان الفرصة الأخيرة لصالح نادي الشمال. عبد العزيز متولي يلعب كرة ولكن يا السلام على القطر يا السلام على القتال اللي جالس يحدث في أرضية الميدان من القطروية. كرة بتلعب الآن من رمي التماس رمي التماس بطاقة صفراء على منه بطاقة صفراء على من. خلاص البطاقات الصفراء صارت حفلة بطاقات فقط للتضحية للوصول إلى الدور القادم. عطني بطاقة وأهلني يا يوسف عطني بطاقة وخلني أتأهل يا يوسف صفر يا يوسف. هذا طرف نادي قطر بينما طرف نادي الشمال يريدون العودة في الوقت القاتل. آخر الفرص آخر الدقائق آخر اللحظات محاولة ناني خطيرة في خطأ في خطأ في هدف ولكن في خطأ في هدف ولكن في خطأ على ناني في خطأ على ماتياس في الكرة السابقة. أوه. ياهي دقائق مجنونة ياهي دقائق مجنونة. خطأ على اللاعب ناني ولصالح جمال بالعمري. لن تكسب الصراعات الهوائية من أمام جمال إلا بالأخطاء وهنا صافرة حكم المباراة لإنهاء الأمور بتأهل نادي قطر رسميا إلى الدور القادم بعد ثلاث سنوات عانى من خلالها من هذه المرحلة. حظ أوفر لنادي الشمال الذي تأهل في الدور في النسخة السابقة وخرج في هذه النسخة وألف مبروك للقطروية. كان معكم المعلق عبد الرحمن العبدالله أتمنى أن أوفقك في نقل أحداث اللقاء لكم وطاب أوقاتكم بكل خير. ننتقل الآن بالصوت والصورة لزميلي العزيز خالد جاسم والمجلس وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله لنا موعد وإياكم وإلى اللقاء. I'm going to go to the hospital.